المتكررة على المملكة. أهلا بك مرة أخرى سعادة العميد، كنت أتذكر شهادتك بموضوع لحظة مراقبة الهجمات الحوثية للعاصمة، تفضل. تمام يعني، ويعني أتحدث لك وبدون موالاة أو معاطفة إطلاقا، أن التصدي كان على الأنشار في البعيدة لمدينة الرياض من الجهة الجنوبية، رغم أنه كما ذكرت لك هذه صواريخ دفعية من جدا حقيقة كشفها بشكل مبكر، وحتى لو استطعت كشفها عليك أن تدمرها على المشارف البعيدة، وهذا ما حصل. يعني الصاروخ تم تدميره بصاروخين بشكل مباشر، إصابة مباشرة وليست سد ناري. يعني هناك كثير من الدول تلجأ إلى السد الناري بمعنى إطلاق عشرات الصواريخ، لكن عندما نطلق صاروخ أو اثنين هذا يعني أن النتيجة عندي حوالي 50%، وهذه تعتبر نتيجة ممتازة. هذه وسائل الدفاع الجوي خاصة إذا تم التدمير بشكل مباشر بمعنى طرقي، يعني هناك يسمى طرقي وهناك شيء اسمه غير مباشر. وذلك عندما قلت لك حقيقة يعني صدفة أني كنت موجودا وراقبت ذلك بيوم العين، حقيقة كان الشيء يسعدني أن أرى أن صاروخ من نوع دفعي على ارتفاعات عالية جدا ويهبط بشكل سقوط حر، وتستطيع صواريخ دفاع جوي من الإطلاق الأول أو الثاني تدميره، فهذه نتيجة تعتبر بالنسبة لعمل الدفاع الجوي رائعة جدا، يعني وأكثر من رائعة بالعكس تماما. طيب. ولذلك أخي الكريم يعني نعود الحديث، عندما نقول أن الرياض تعرضت الكثير من الصواريخ من قبل جماعة الإرهابي الحوثي، ولكن كانت نتيجة تصدي. يعني أعتقد هم أعطوا درسا في هذه العمليات التصدية أو الخبرة العسكرية، أعطوا درسا للعالم، وكثير من طائرات مسيرة تم إسقاطها والعديد من المشاهدين والمراقبين اطلعوا على ذلك. طيب دعنا نذكر أيضا مسألة اعتماد المملكة على صواريخ الباتريوت، وقلت بأن هناك وسائل أخرى وأيضا يعني طرق أخرى وبدائل للمملكة لتجهيز يعني ترسانتها العسكرية الدفاعية. هل يمكن أن نذكر هنا S-400؟ هل يمكن أن نذكر التعاون يعني بين المملكة والسعودية؟ ما هذا مستبعد بالنسبة للمملكة بحسب مراقبتك؟ يعني أعتقد أن هاي ربما تكون خصوصية عسكرية للمملكة، لكن قضية تنوع السلاح فمن حق كل دولة الدفاع عن أمنها الوطني، وبالتالي شراء سلاح واستخدام الطرق التي تكفل لها المحافظة على أمنها القومي. لكن أنا سأزودك بمعلومة، يعني عندما أقول الطيران المسير هناك بدائل، فليس بالضرورة أنا أتصدى للطيران المسير بصواريخ باتريوت أو صواريخ ثاد أو صواريخ سام، إنما يمكن بطائرات مقاتلة، واعتقد المملكه لديها من افضل انواع الطائرات المقاتله في العالم، لديها 15 من الجيل الرابع، ولديها طائرات من الجيل الخامس. اذا فتصيع كذلك الامر، يعني يتصدون اذا صدوا لها بالمدفعيه المضاده او الاسلحه الخفيفه. انظر الى المعارضه السوريه التي تسقط طائرات مسيره ايرانيه وطائرات مسيره روسيه بوسائل بدائيه بمعنى رشاشات او مدفعيه منطقه او حتى 23 المركبه على عربات الشركه. اذا كثير هي الوسائل تلك التي، وبالتالي عندما اقول لك يعني ضمان اسقاط هذه الاهداف طيب. أو هذه الوسائل الهجومية على المملكة كان ضمان عالي جدا، فهذا الشيء مبشر. نعم سيادة العميد، يعني الجهة المقابلة نذكر هنا ميليشيا، يعني هي ميليشيا تعمل في أراضي محتلة لأراضي اليمنية وتعمل من داخل الأراضي اليمنية باتجاه تهديد الأمن القومي السعودي. نعم. ماذا عن قدرة العسكرية لهذه الجماعة في استهداف مملكة العربية السعودية، دولة ذات سيادة، دولة محصنة دفاعيا وعسكريا وقوة عسكرية مهولة في منطقة الخليج؟ تمام، عندما نتحدث عن ميليشيا، نعم هي ميليشيا، ولكن هذه الميليشيا هي بالصورة، ولكن الواقع هي إيران تقوم بهذه العمليات. يعني عندما نتحدث عن حزب الله الذي يعني يعيد فسادا في لبنان، ليس بقوة حزب الله بقدر ما هي قوة إيران، وكذلك الأمر في سوريا، بشار الأسد وعصابته ما يدمرونه في سوريا ليس من قوته، هو لا يملك أي قوة، إيران هي من تدعمه أو روسيا. ولذلك عندما نتحدث عن ميليشيا، نعم هي ميليشيا إرهابية، هي ميليشيا عنصرية، هي ميليشيا تريد يعني تحمل القتل والدمار للآخرين، ولكن خلف هذه الميليشيا إيران. وبالأمس القوة البحرية الأمريكية استطاعت أن يعني أن تلقي القبض على باكرتين تابعات لإيران يحملان آلاف الأسلحة وآلاف الأطنان الأسلحة باتجاه هذا الحوثي. لذلك لا نتحدث عن قيام الحوثي بحد ذاته كحوثي كعصابة أو كمرتزقة أو كميليشيا، إنما نتحدث عن الدولة التي تدعمه في هذا الأمر. ما حقيقة بأن الحوثي يعتمد على ذاته في تصنيع الأسلحة سيادة العميد بحسب مراقبتك؟ هل هذه الميليشيا قادرة على صناعة الأسلحة أم بالفعل هي أسلحة إيرانية تستخدم في ضد المملكة العربية السعودية؟ عندما نتحدث أولا عن صواريخ البالستية، هذه الصواريخ البالستية تحتاج إلى قوة جوية كبيرة، بمعنى أن إيران تملك هذه الأنواع من الصواريخ. يعني صواريخ بالستية أنت تتحدث عن صواريخ متطورة من نوع سكود، يعني حتى الصواريخ التي يعني نفذت أو يعني انتقلت من إيران إلى الحوثي كان مصدرها خط الإنتاج في المصنع 790 في سوريا، هناك خط تطوير لهذه الصواريخ سكود، وأخذت إيران جزء كبير منها لأنها هي من تملك هذا الخط، هي مع التعاون مع الخبراء الكوريين.
وبالتالي عندما نقول صواريخ دفعية تصل حتى ارتفاع 70 كيلومتر، تخيل القوة الدافعة لهذا الصاروخ ومن ثم قوة التوجيه لحتى يقطع مسافة أكثر من 1000 كيلومتر. هذه صواريخ استراتيجية ليس صواريخ تكتيكية وعملياتية. إذا عندما نتحدث لا يمكن أن يتوفر عند الحوثيين هؤلاء يعني إمكانية تصنيع هذه الصواريخ. أما الطائرات المسيرة فهناك أنواع خفيفة بسيطة، ولكن هناك أيضا أنواع متطورة. ثبت في الفترة الأخيرة أن الطائرات التي اعتدت على المطارات المدنية خاصة في أبها أو حتى في جدة في جيزان، هذه طائرات إيرانية متطورة، ولنا معرفة بأنواع الطيران الإيرانية. شكرا لكم الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أسعد الزعبي، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض حول